عم بتشكي فيه زهرة؟ أنا بدي أخذ المصاري؟ مش أنت حرقت الكرسي؟ ونمتي هون لحالك؟ أنت يلي قلتي لي نام هون، مش أنا يلي عرضت. بعدين لو أنا حرقت الكرسي فأختك هي يلي قطبتها، ليش ما بتكون هي أخذت المصاري مثلاً؟ ليه ما بتشكي فيها؟ أنا بدي أخذ المصاري؟ لكن أنا بدي أخذهم؟ أنا مصار لي كم يوم عم بشتغل معكم هون؟ والله؟ مصار لك كمان كم يوم البين فوقاني تحتاني، صايرة عم تزبطي حالك وتشتري تياب معني وبعد ما قبضتي معاشك. كمان شخصيتي كتير صايرة مغيرة، صار بيطلع صوتك كأنه إلك ظهر، بطلتي خبية يعني. يي ما بسمح لك. رشا روقي، أنت عارفة حالك شو عم تحكي؟ مش شايفتيها هي شو عم تحكي؟ ليه عم تتهمني إلي؟ ليه ما بتتهم أختها؟ ليه ما بتتهمك إلك؟ مين يلي معه مفتاح الصالون غيرك؟ مين يلي بيجي لهون من وجه الضو لما تكون الست زهرة مدري وين عامله حالها عم تشتري اغراض وبتجي لهون ايد من ورا وايد من قدام؟